عشان ننقل لحضراتكم نهائي افريقيا في نسخته 29 الكره الطائره سيدات النادي الاهلي والصفاقس ونادي قرطاج التونسي في الاهلي هناك. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة، أنقل لحضراتكم المباراة النهائية بين فريقي النادي الأهلي وقرطاج التونسي في ختام البطولة الإفريقية رقم 29. سبق وأن لعب النادي الأهلي العام قبل الماضي مع تونس نفس النهائي وفاز النادي الأهلي في النسخة قبل الماضية بثلاث أشواط مقابل شوطين. بيبتدي الشوط الأول تشكيل النادي الأهلي، المدير الفني كابتن حمدي الصافي، ياسر صلاح المدرب العام، مجدي بيبو مدير إداري، إيهاب عبد المنعم إداري، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، أيمن فؤاد محلل تقني، منة الله عادل أخصائي علاج طبيعي، مشرف عام ممدوح نور. والإرسال قدامنا مع اللاعبة رقم 7، اللاعبة رحمة. إرسال طبعا بنقطة، هو طبعا بعكس المتوقع ما بيبتديش بالمعده في المركز ده، وابتدى بيها في مركز مختلف، لف البوزيشن لفتين، ترجع تاني وكوره وشوطه قويه من ايه، بترجع بتفنس من مريم مصطفى وكوره كاترين بتشوطه قويه بتيجي في ايد خلود، وواحد النادي الاهلي واحد قرطاج. طبعا تشكيل بادي الشوط الاول فريق قرطاج بالمعده في مركز 6، ما ابتداش بيها في كل المباريات اللي قبل كده، بعكس النادي الاهلي واقف بتشكيله واضح جدا، بيبتدي بالمعده في مركز 2، ثم ارسال قوي وخلود، كره بتتشاط بقوه وحائط صد جيد من ايه حمدي الشامي وفريده العسقلاني. طبعا بيلعب النادي الاهلي بفريده العسقلاني سنتر بلوك، وعنده كاترين في مركز 4 هي ونهله، وايه حمدي واللاعبه شروق في مركز 2. كوره بتتشاط وكوره قويه من كاترين، خلود بتطلعها وامينه بترفع كوره، ولكن الحكم بيقول ان في دبل على امينه، بيلعب بامينه معده. قدامنا اللعيبه رقم 10 ومعاها مريم بريك اللعيبه الشوله، بيلعبها من مركز 2، وعنده خلود ورحمه من مركز 4، وعنده ستيفاني وعبي ومروه من مركز 3. ارسال قوي شروق، لازم طبعا نقول تشكيل الفرقه ايه، وكوره محطوطه، ده اللي احنا بنتكلم فيه، كوره سريعه. طبعا فريق التحليل اتكلم على ان لازم يبقى فيه كور سريعه من نص الشبكه، وكوره بتاخدها اي حمدي من فوق راس المعده من مركز 2، بتشوطها بقوه في مركز 1. 4 النادي الاهلي 1 فريق قرطاج. ارسال قوي
استقبال طبعا ليبرو الفرقه فاطمه، وكره قويه بتشوطها خلود في اتحاط الصد ايه وفريده وداخل الملعب. خلود زي ما انتم شايفين كده بتعمل حاجه ما حدش واخد باله منها، ان هي بتاخد الكوره من بره الملعب خالص، من بره خط الملعب، وبتشوطها في اتحاط الصد، بعكس لاعبات في مركز اربعه بيخشوا دايما من عند الخط ويشوطوا الكوره. هي بتعتمد ان هي بتطلع من بره خالص علشان تاخد الكوره في اتحاط الصد وعلى بره، لاما بتستنى اعشار من الثواني لغايه لما تلاقي السنتر بلوك ما ضمتش وبتشوط الكوره من اربعه في مركز اربعه. خمسه النادي الاهلي، واحد فريق قرطاج. شايفين طبعا لفيف من السادة الأفاضل والكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. إرسال طبعا شروق فؤاد قوي، إرسال استقبال فاطمة، الكرة بتيجي سهلة، و هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. خلوت بتحط الكرة برست ايديها وكاترين بترجع كرة بنفس الطريقة، وآية بتسقط كرة ومريم بتجيبها، ورحمة بتحط كرة قوية يعني خارج الملعب. ستة الأهلي، واحد قرطاج. ضغط واضح جدا على قرطاج التونسي من بداية اللقاء، مفيش استقبال، مفيش هجوم، يعني ارسالات قويه. شروق برضو، فاطمه، والكره بترجع، ومريم بريك بتحط كره قويه من مركز اتنين طويله وبتنط، ولعبت بريست ايديها كده من جنب ايد كاترين ما بين خمسه وسته. اتنين قرطاج، سته الاهلي. المحترفه ستيفانيا، وارسال قوي على مريم، واستقبال بتيجي الكره سهله، وكاترين بتشوت كره من اتنين بتطلع ديفنس من رحمه، وابتدت مريم بريك تستغل، وكره قويه بتشوطها ايه وبترجع تاني، وخلود بتحط كره بريست ايديها كده بتيجي في ايد شروق وخارج الملعب. يمكن موضوع ان هو يحط معدة في مركز ستة في بداية اللقاء ده مختلف شوية، علشان يخلي اللاعبة رقم سبعة رحمة تلعب مع المعدة شروق، يبقى هي على الخط بتاع المعدة تاخدها لفتين تقدر تشتغل عليها، و خلود رقم 17 تضرب من عند آية، طبعا عندها مأمورية صعبة جدا. آية بتشوط كرة قوية جدا من بين حائط الصد مروة وخلود من مركز اتنين، طبعا خلود ما كانتش متوقعة ان الكرة تيجي بالقوة دي ومن المسافة الصغيرة دي، وبداية تكنيكال تايم او 8-3 الاهلي وقرطاج. واضح ان المدير الفني لفريق النادي الاهلي الكابتن حمدي الصافي محفظ فرقته على بعض هجمات واسلوب وطريقه لعب ما اتلعبتش كتير في المباريات الماضيه. ما كانش معتمد على الكور اللي من فوق راس المعده، ما كانش معتمد على دخول برتم وتوقيت سريع للكرة سواء من أمام المعدة أو من خلف المعدة، ما كانش بيستغل ضغط نص الملعب والأطراف بالشكل ده. هو بيفاجئ ماركو أفينس المدير الفني الإيطالي لقرطاج التونسي. 8 النادي الأهلي، 3 قرطاج. إرسال قوي، استقبال من رحمة، وكورة، وكورة بتترفع تو لمروة، ولكن أمينة مش ظابطة الكورة،
أمينة عندها مشكلة واضحة جدا بالنسبة للاعبات منتصف الملعب سواء استيفانيا أو مروة، كورتها ما بتبقاش مظبوطة. إرسال قوي كاترين، استقبال وكورة جاية، يعني قوية جدا 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 من فريدة. فري بول كويك سريعة بتيجي بتحطها بريست ايديها وداخل الملعب، والتايم اوت بيجريه ماركو 10 النادي الاهلي 3 نادي قرطاج. بصوا كده لاحظوا كور أمينة بالنسبة لمروة اللي قدامنا دي لاعبة مركز 3 او استيفانيو، هتلاقوا ان الكور لا اما كورة قصيرة لا اما كورة طويلة لا اما كورة، ده الموضوع ده من المباراة السابقة، مفيش توفيق. يعني المحترفة الإيطالية دي لو خدت كورة مظبوطة أنا أعتقد إن هي ممكن تبقى مؤثرة، ولكن أمينة مش مستغلياها صح في الفرق. قدامنا كاترين، فريدة طبعا سنتر بلوك جيد جدا، كاترين ارسال قوي، استقبال من رحمه، كره جايه سيئه وخلود بتحطها بريست ايديها، شروق بتطلع ديفنس، وايه بترجع بتشوط كره قويه ورفعه من مروه، وخلود بتشوط في ايد حائط الصد، والكره بترجع تاني قويه جدا مرفوعه على العصايه جميله. ايه تلاقي مروه راجعه متأخر طبعا، وهي المشكلة ان بتعمل حاجة في خلود بتشوت كورة من العصاية وكورة من جنب ايديها اليمين، فمش مخلياها تعرف تبقى واقفة فين. وكورة قوية جدا بتتشاط في حائط الصد، يمكن الكورتين دولت بالنسبة لمروة سواء الكورة التو من فوق راس المعدة او الكورة السريعة اللي اتشاطت وفريدة خدت حائط صد فيها، الكورتين دولت ليهم تأثير كبير جدا. إرسال قوي، مش هيبقى عندها جرأة إن هي ترفع تاني كور سريعة. كرة بترجع وكرة قوية من فريدة، تضرب فريدة كرة وان أوبن مفتوحة كده ما بين مركز 3 ومركز 4، بتشوطها بقوة قدامنا في مركز 1 مروة ما تروح لهاش، بالرغم ان مروة دي المان بتاعها او الراجل بتاعها اللي لازم تبقى ماسكاه في الماتش. ارسال قوي كاترين، استقبال من خلود، ومريم بريك بتشوط كرة قوية جدا في حائط الصد وخارج الملعب 4-13. مريم كابتن الفرقة واكبر لاعبة متميزة نهلة، وكرة قوية بتتحط من آية من مركز 2 بسنجل بلوك، بس خلود هي اللي طالعة ما تعرفش تعمل حاجة لغاية دلوقتي. آية تعبة جدا خلود ومخليها ما تعرفش تركز. إرسال قوي، استقبال من خلود، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، خلاص اتضغط عليها بكورتين ثلاثة ضرب من عندها ما بقتش عارفة تركز تقف فين. الضغط بالإرسال والضغط بالضرب وعدم معرفة إرسال، استقبال فاطمة، وخلود بتشوط كرة قوية بنقطة 5-15 5-15 مروة إرسال قوي والترابيزة طبعا بتقول إن في خطأ، خطأ واضح جدا
في البوزيشن، وانا اعتقد ان هو كوره قدامنا الاعداد. شايفين حائط صد قافل بشكل جيد جدا، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، كوره من عند العصايه وكوره من جوه، ودي الكوره اللي مروه ما عرفتش تعمل فيها حاجه، كوره مرفوعه امينه مش موفقه في استغلال سناتر البلوكات اللي موجوده عندها، على الرغم من وجود محترفة طويلة قوية قدامنا اهي رقم 14، ومروة برضو سنتر متميزة ولكن مش عارفة تستغلهم، وده طبعا كويس جدا على الضغط اللي موجود من سناتر البلوكات سواء نور ياسين أو فريدة العسقلية. إرسال قوي من آي، استقبال كرة جاية سهل، بتيجي الكرة كده أي حاجة أي حاجة. 17-5، وده تغيير بالرغم إن هي رحمة أنا شايف إن هي ما عملتش حاجة خالص، لسه لم تستغل. نزلت سيرينا وارسال قوي وخارج الملعب، ولكن داخل الملعب اهو نازل في اخر الملعب. طبعا الاعتراض ده من سيرين وارسال قوي، فاطمة بتستقبل كرة فوقيها بترجع تاني سيرين، بتحط كرة من مركز 4 في مركز 1 ولكن من بره اهي، خبطه العصا الهوائيه. 19 النادي الاهلي 5 قرطاج التونسي. ضغط واضح جدا من لاعبات النادي الاهلي، ارسال قوي جدا، سنين بتستقبل وكرة بترجع تاني بريست الايد، بتطلع ونهلة المطلقة كابتن فريق النادي الاهلي بتشوت كرة من مركز 4 في مركز 1 في ايد حائط الصد امينة، وخارج الملعب 20 النادي الاهلي 5 قرطاج التونسي. ارسال قوي ولكن خارج الملعب، معلش ان شاء الله نكمل على هذا الضغط ده واضح بارسالات، وطبعا ارسال نزلت ميسة وكرة قوية جدا بتشوطها نور ياسين من سيفانيا اهي، بكرة سريعة جدا ما تعرفش تمسكها. كل الحاجات دي ليها تأثيرات إيجابية جدا على اللاعبات. إرسال كرة بتيجي وسيرين بتشوط، كرة قوية بتيجي في إيد نهلة وخارج الملعب. شيطها كده بريست ايديها، وشها كان في الزاويه وراحت لفه في الخط، ما توقعتهاش كاترين. ارسال امينه الكوره بتيجي يعني سهله، والحكم بيقول دبل، حط الكوره في مكان ساقط ما بين مركز 1 ومركز 2، توجيهها للارسال جيد ونفس المكان بس ده في 1. كرة بتترفع لآية وكرة بتتشاط بقوة من جنب ايد سيرين من مركز 1 آية، ما تعرفش فاطمة تعمل لها أي حاجة، في تميز
واضح جدا من لاعبات النادي الاهلي 22/8. نور ياسين سبايك سيرف من اعلى، استقبال، الكره جايه ومريم بريك بتعدي الكره بريست ايديها، بترجع تاني وكاترين بتشوط كره قويه وحائط صد، وتاني برضو بترجع ومريم بتسقط كوره، هي بتجيبها ولكن بتلمس العصا الهوائيه للشبكه. 23/8 سبايك سير، كره قويه، الكره بتتشاط، اول كره تترفع صح وعدله لاستيفانيا، بتشوطها من 3-1. ده معناه ان ماركو مديهم خبره او مديهم تعليمات، يرفعوا كور سريع ولكن طريقه تنفيذ الاداء هي اللي فيها مشكله. 24 النادي الاهلي 9 قرطاج، ونقطه تفصلنا عن الشوط الاول. استقبال فاطمه وكره ثانيه بتتشاط ولكن حائط صد جيد من فريده، مريم بريك بتشوط كرة قوية في الشبكة. 25/9 في بداية المشوار الإفريقي وكأس البطولة، 25 النادي الأهلي 9 فريق قرطاج. بنقول بداية قوية جدا لنجمات النادي الأهلي، وشايف طبعا حديث ما بين سيد رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور عمرو علواني والمهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري، وقدامنا اداء متميز جدا جدا من نجمات الاهلي بضغط من الارسال وجمل جميله، كور دي تاثيرها النفسي ايجابي جدا بضغط وتركيز لاعبات الاهلي، فاتحين نقط كتير جدا في الملعب، اولها الاستقبال، استقبال طبعا مش موفق بالنسبه لفريق قرطاج. عندنا فاطمه يعني الليبرو تمركزها مش جيد، استقبالها في مشكلة واضحة، شايفين طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي متواجد في تنظيم الكل قال عليه إنه هو من أجمل البطولات الإفريقية اللي اتلعبت ال 29 اللي فاتت، هي البطولة دي بتنظيمها والإعاشة و التسكين والمباريات والجداول وكل حاجة، كل الفرق بتتكلم عن التنظيم. نتمنى التوفيق إن شاء الله في البطولة الإفريقية للرجال يوم 25 إن شاء الله. واضح إن النادي الأهلي ضاغط بالسيرف كويس جدا، فما فيش استقبال واضح، مفيش استقبال واضح، مفيش هجمات صريحة، في علاقة ما بين سيرف اللي بيتلعب من نادي الأهلي وحائط الصد واضحة جدا، بيبقى معروف الكرة رايحة فين وحائط الصد بيبقى مستني الكرة في المكان المعين. طبعا الحاجات دي تكنيكال جدا، مش اي حد بيبقى فاهمها الا بتوجيهات من المدير الفني الكابتن حمدي الصافي. قدامنا طبعا شايفين فريق قرطاج
بيحاول يوجد حلول ماركو، ولكن الضغط شديد جدا على قرطاج. ملحقش البوزيشن اللي حطه في الشوط الاول، عمل له دربكه كبيره جدا وخرج له لعيبه بره الشوط، وهو بخطا فني جثيم. قدامنا طبعا الجمهور ومحبي الكرة الطايرة والرياضات داخل الصالات، بيثبت التشكيل كابتن حمدي الصافي. شروق، كورة، ارسال قوي، وستيفانيا بتحط كورة برست ايديها كده، ترجع تاني، كورة من مركز اتنين، مريم بتشوطها بقوة، وآية المتألقة رجعت تاني تشوط من بين ايدين ستيفاني وخلود بقوة. 1 النادي الاهلي لا شيء قرطاج. ارسال شروفات قوي، استقبال من خلود، الكرة بتيجي اي حاجة كده، بترجع تاني، والمرة دي كاترين وحائط صد، وبترجع الكرة تاني، وبليس امينة بتجيبه، والليبرو بترفع، الكرة بتتشاط على آية وبتنزل ما بين شروق وفريدة. كرتك يا شروق، مش فريدة اللي هتلعب. 1-1. ستيفاني ارسال، مريم بتستقبل الكرة سريعة قوية جدا، بتتشاط من فريدة من نص الملعب، ده اللي بنتكلم عليه، علشان حائط الصد يطلع كده متأخر، وآية تشوط في ايديهم كرة وعلى بره. 2 النادي الأهلي، أهو شايطة في ايد سنتر البلوك، طالع متأخر عشان لازم يأمن كرة اللي قبليها مضروبة منه سريع، لازم يأمن مع السريع الكرة اللي بعديها. ارسال، استقبال، كرة بتترفع، بتتشاط مكان من 4 في 4 خارج الملعب، ده المكان اللي هي متعودة تضرب فيه، ولكن الكرة مش مريحاها. ارسال قوي، استقبال، الكرة دي كرة مظبوطة، ولكن حائط الصد ممتاز، وبتلف بايديها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 2-3 النادي الاهلي. بتأخر سنة كده لغاية لما البلوك يبتدي يظهر، وبتشوط في ايده على بره. مريم ارسال قوي، استقبال من كاترين، الكرة بتتشاط قوية جدا من بين امينة، نهلة المتألقة. امينة عندها مشكلة كبيرة في حائط الصد، وخصوصا ان هي معاها مروة. ارسال في الشبكة، فريدة ارسالها مميز، ولكن معلش الكرة دي. 3-4 الاهلي. خلود الجناحي، وارسال خارج الملعب. خمسة النادي الاهلي، 3 نادي قرطاج. آية من الإرسالات المميزة جدا، إرسال قوي، فاطمة بتستقبل كرة فوقيها،
ورحمه بتشوط بتطلع تاني ديفنس وايه بتحط كوره نهله سامح قويه جدا من اربعه في مركز واحد. خلاص الموضوع واضح جدا، نهله مش هتسيبها طول ما هي على الشبكه، هتشوط من عندها ارسال قوي وكوره، ورحمه بتشوط كوره قويه من شروق. شروق فتحت كده سنه اهي، فتحت شويه على الانتنه ونازله، شايفين نازله بره ايه، كره تتحط في سته خطا لاعب الطرف مش السنتر بلوك. اربعه قرطاج سته الاهلي، ارسال في الخارج سبعه الاهلي اربعه قرطاج. شايف مروه النهارده مش موفقه بالضغط اللي عليها، ارسال قوي نهله وكره قويه بتتشاط من رحمه، ابتدت يبقى في ثقه وحته غل كده واضحه اهي، نازله معديه الناحيه الثانيه. خمسه قرطاج سبعه الاهلي، ارسال امينه خارج الملعب، بتعرف تلعب ارسالات عموديه وقطريه جيده، ولكن تكنيكال تايم اوت الاول. ثمانيه الاهلي خمسه قرطاج، ابتدى ياخدوا كوره ورا كوره كده ثقه، وانا شايف كابتن حمدي بيكلم نهله، ضغطها في اللفه اللي بتبقى فيها المعده وهي في مركز اربعه، بتشوط من عندها كتير اكتر من تلات اربع كور ورا بعض، الشوط ده واضحين جدا، واعتقد ان رحمه برضو هتعمل نفس الموضوع ده مع شروق. محتاجه شروق ان هي تثبت تمسك جزء واحد في الملعب قلب الملعب وتسيب الخط، او ما يبقاش هي ولا ماسكه خط ولا ماسكه زاويه، تمركز نفسها في نقطه معينه عشان سواء فريده او نور يجوا يقفلوا جنبها، ويبقى كده قدرت تقفل قلب الملعب. ثمانيه الاهلي خمسه قرطاج. نور ياسين لاعبة صغيرة السن متميزة، سبايك سيرف من أعلى، كرة بتسقط، فاطمة بتستقبل، الكرة بتتحط من رحمة بليس، بتطلعها نور وبترجع تاني بنفس الكرة كاترين، بتحطها في نص الملعب أمينة ما تقدرش تروح لها، تقيلة شوية، فوتورك عندها مش عالي. تسعة الأهلي خمسة قرطاج، سبايك سيرف نور، واستقبال قوي واستيفاني بتحط كرة، ده اتكلمت عليه، وحائط صد من استيفاني لكاترين، كرة بتتشاط بتنزل في نص الملعب ملهاش كفر عشان طويلة، والكرة اللي قبليها قلت لكم ان هي لا تجيد رفع السريع من نص الملعب، واضحة على استيفاني راحت حطها من فوق حائط الصد، وارسال قدام استيفاني، ونهلة حاولت تطلعها ولكن اهي من قدامها، بتعدل النتيجه سيرف رحمه. اللاعبات لعبوا على مستوى عالي سواء هنا او هنا، ما عندهمش يأس، ما عندهمش مشكله، ارسال قوي رحمه، بتلعبوا في مناطق ما بتلعبوش في مراكز،
يعني بصوا الارسال بيتلعب ما بين اتنين لاعبات، ما بيتلعبش في مركز، يعني ما بتلعبش الارسال من مركز واحد في مركز خمسة، بتلعبه ما بين خمسة وستة او ما بين واحد وستة. هي دلوقتي هتلعب السيرف ما بين مركز خمسة وستة. ده اوت سايد، كانت عايزة تركز على كاترين. عشرة النادي الاهلي، تمانية نادي قرطاج. ارسال قوي، استقبال، رفعة، دي سريعة اهي وعدت منها ورجعت تاني، وكرة قوية جدا ايه، وبترجع تاني كرة سريعة بتتشاط من دبل بلوك متميزة جدا فريدة ستيفاني ومريم بريك، وبتحط الكرة بينهم بقوة. طبعا دي عيب، المفروض مريم تقفل معاها كمان. شروق، ارسال قوي، كرة مرفوعة في ستة بتتحط، وفريدة وآية بتعدي كورة، وكورة قوية جدا ولكن بترجع تاني بتردها آية بقوة، ما تعرفش تعمل لها حاجة. 12 الأهلي 8 قرطاج. ارسال قوي، شروق، بتيجي كرة قوية بتتشط بقوة بترجع تاني، مريم مصطفى هايلة لغاية دلوقتي جدا، الكرة بتترفع وبتتضرب بقوة ولكن خطأ على لاعبات اهو الأهلي. ستيفاني، ارسال متميز، استقبال جيد جدا من مريم، وكاترين بتشوط كوره قويه من مركز اتنين، بتيجي في الديفنس وخارج الملعب. 13-9. كاترين ارسال قوي، استقبال جيد، وكرة بتتشاط بقوة من مريم بريك من جنب بقية حائط الصد، و تعدل النتيجة 10-13. مريم ارسال قوي، كرة قوية بتشوطها نهلة، واللقاء ابتدى يسخن جدا جدا ما بين اللاعبات. واضحة بتطلع في حتة ونهلة ضربة في حتة ومستغلة جدا. واللج قوية بتتشاط، مروة ابتدت تمشي كور واللج ما عندهاش فيها مشكلة، عندها مشكلة في السريع من قدامها بس. حداشر اربعتاشر، خلود، ارسال، بيلعبوا على طبعا، وكرة قوية بتتشاط جامدة جدا من نور ياسين في ايد الديفنس. مريم بتطلع الكرة، وفاطمة كانت المفروض تلف بوشها، عملت كرة عجيبة. 15-11، استقبال، كرة مرفوعة، ورحمة بتشوط كرة قوية ونقلة بتطلعها، ترجع تاني آية بتعدي الكرة، وكرة بتترفع بتتشاط بقوة من نقلة، وبترجع تاني كرة متبلسة جميلة جدا قريتها مريم مصطفى، والمكان المعتاد نقلة سامح كابتن فريق النادي الأهلي. خلاص هي حفظتك يا أمينة.
هتفضل تلعب عليها على طول. أمينة منصور معدة الفريق، يعني واضح جدا ماركو الإيطالي المدير الفني لقرطاج بيلعب على لاعبات مركز أربعة الأمامي، والكابتن حمدي صافي بيلعب على المستقبلات اللي عندهم مشاكل في الاستقبال. ده بيلعب بسيستم الأمامي على طول يلعب عليه، والناحية التانية بيلعب مركز على لعيبة وضغط عليها بإرسالاته. ده بالنسبة للإرسالات. مثال قوي لغاية دلوقتي، مستغل فاطمة طبعا مستقبلها يجي 60% من الاستقبالات. وادي كورة نهلة المتميزة، بس المرة دي شاطتها في ايد مروة، ريحت امينة في كورة. طبعا تايم اوت 17-11، واضح جدا متميزة نهلة معاها المعدة. كنت اتخيل ان المدير الفني الايطالي هيقدر يغير في البوزيشن بتاعه، ولكن هو حاطط برضو رحمة عند شروق، ولكن شروق قافلة لغاية دلوقتي كويس الحمد لله. إرسال آية المميز على فاطمة، والمرة دي طبعا بينزل ما بين فاطمة ورحمة. إرسالها قوي، اهي فاطمة بتستقبل وكرة بتترفع وابتدت رحمة تشوط. مفيش استقبال، مفيش هجمات منظمة واضحة جدا، هتقعد ترفع كله في اربعة وفي اتنين، مفيش سريع، مفيش ضغط، مفيش خطورة محققة على الفريق. 18-12 للاهلي، وكرة قوية جدا، ده اللي بنتكلم فيه، دي الخطورة الحقيقية من نص الملعب. نور ياسين بتشوط كرة قوية جدا من ستيفانيا وداخل الملعب. 19-12 استقبال رحمة، وكرة رحمة بتشوطها قوية داخل الملعب. تلتاشر تسعتاشر أمينة، السنة المرة دي على نهلة، بترجع تاني الكرة سهلة، ورحمة بتشوط كرة بتيجي في ايد شروق وبترجع تاني، وكرة قوية بتشوطها وبترجع تاني بتفنس من نهلة، وكاترين بتحط كرة برست ايديها بترجع، ورحمة بتشوط كرة في واحد ورالي ثلاث كور جايين رايحين، وبينتهي بكرة بتشوطها كاترين من أربعة في أربعة خارج الملعب. 14 قرطاج 19 الأهلي. إرسال قوي أمينة، لعبت على المستقبلة الأمامية، فري كويك بول بتيجي سريعة جاية مرتدة على حافة الشبكة، بتطلع استيفانيا تحطها بريست ايديها في الملعب.
بتعدل النتيجة 15-19 والتايم اوت بيجريه المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حمدي الصافي. كورتين كده استقبال مش واضحين معالمهم في توجيه للارسالات واضح جدا. لعبت كرة على نهلة ورجعت تاني على كاترين الضاربة الأمامية. شايف طبعا أمينة منصور بتلعب ارسال على كاترين استقبلته صوابع استقبالها جيد وكرة قوية بتتشاط من آية ترجع تاني ومريم بريك بتحط بليس. لو نور ثابته مريم مصطفى كانت هتطلعها. متميزة مريم سرعة رد فعل جيدة جدا هي ونهلة. 16-19 أمينة ارسال كاترين واتضغط شويه بالارسال وكوره بترجع والحكم بيحسبها لكارتاج. اكيد فيها لمس للشباك. امينه ارسال كوره واستقبال وكره ثانيه بتحطها في ايد شروق وخارج الملعب. 18-19 اللي احنا عملناه في الشوط الاول وضغطنا بالارسال ابتدوا هم يعملوه وتغييره دانا شوقي عشان حاط الصد لعيبه طويله القامه مكان شروق واضحه. استقبال وكره قويه بتترفع بتتشاط في وقت صعب جدا من نور خارج الملعب مقفوله وستيفانيا طويله جدا ومقفله الملعب باين عليها اهي لازم تتحرك ما ينفعش يترفع عليها بشكل ثابت. استقباله بترجع تاني الكورة هتبتدي تشغل سريع اهو ده اللي انا بقول عليه. الكور السريعة هي لا تجيد رفع السريع خالص واضحة جدا لا تبقى عالية لا تبقى واطية ايديها مش مظبوطة واضحة. دي حوالي رابع خامس كورة في الشوطين بترفعوا بشكل مش مظبوط. نور ياسين ارسال قوي استقبال الكورة بترجع بتحطها فريدة لتحسن النتيجة 21 الأهلي 19 قرطاج. طالعين من نقطة 14 وصلوا 19-19 وتقدم نقطتين بشكل جيد جدا. وادي النقطة الثالثة نور لما وقفت وحطت الإرسال حطيته بشكل جيد. تايم اوت ماركو بعد ما كان اطمئن ان 19-19 والامور بقت قريبه رجعت تاني ثلاث نقط بارسالات. يا ماركو عندك مشكله في الاستقبال واضحه جدا. شايفين السيدة ملفوفة بعلم مصر من قدامها ومن الخلف علم النادي الأهلي. الناس جاية طبعا كل محبي الرياضات في الصلاة ومحبي الرياضة في النادي الأهلي جايين يشجعوا ناديهم. 22-19 نور ياسين ارسال قوي
فاطمة بتستقبل وكرة قوية بتشوطها رحمة باك بترجع تاني ومريم بريك بتحط كرة برست ايديها وبتطلع من نقلة جميلة جدا والمتألقة كاترين بعد كورتين مالهمش أي لازمة في الاستقبال بتعوضهم بضرب ساحق قوي جدا من بين ايدين ستيفاني ورحمة وداخل الملعب 23-19. ارسال قوي بيجي في نت الشبكة ويرجع مريم بريك بتحط الكرة برست ايديها بترجع تاني الكرة يعني مرفوعة كده اي كلام معلش عشرين قرطاج 23 النادي الاهلي على تعليماته المفروض ان الرحمة تلعب ارسال على كاترين هنشوفها تلعب على مين على كاترين زي ما قلنا وكرة بتترفع محطوطة بترجع تاني ولكن فعلا آية داست على خط التلت وهي بتشوت الكرة اللي فاتت دي اهي واضحة واحد وعشرين 23 ارسال قوي استقبال من نهلة ترجع تاني آية بتطلع فاطمة كرة قوية وكرة قوية بتشوطها خلود بتجيبها مريم مصطفى بقوة وكرة سريعة أخيرا رفعتها في مركز ثلاثة وقفتها كده بس دي كانت ممكن تتمسك عشان مزنوقة أهي قدامنا مزنوقة و فريدة ما توقعتش ان هي تترسل 22-23 طبعا تايم اوت مهم هو بيتكلم ان الاستقبال بس يوصل ويقدر يعمل بيه هجمة وانه يلعب ارسال قوي هو طبعا الكرة معاه فلازم هيلعب ارسال محدد أحسن خط عنده خلود ومارين بريك ومعاهم ستيفاني من أقوى الخطوط عنده اتنين طوال قافلين الشبكة وكورة قوية ويلا يا كاترين بتحط كورة وبترجع تاني الكورة وبتيجي كورة سهلة دخلت مريم على نهلة وبترجع تاني وبتتشاط كرة قوية خلود ده اللي احنا بنتكلم فيه خلود هتشوط من عند شروق كتير ما صدقت الشوط اللي قبل كده كان قدامها آية وفريدة ما عدتش كورة رحمة ارسال قوي في الشبكة في وقت مهم جدا نحافظ ونخلص بالنقطة دي آية طلعت خلاص على الشبكة بقى فيه خط جيد جدا للنادي الأهلي استقبال وكرة بتترفع وكرة قوية يا شيخة بقولتلك أخري إيدك شوية بتستنى لغاية لما تبص وتروح حاطة الكرة في ايد اللعيبة وعلى بره 24-24 وبتطلع من بره من بره الملعب خالص ستيفاني كرة متسقطة وكرة بتيجي كده مرفوعة ملهاش لازمة يا شروق خمسة وعشرين وأول تقدم
قرطاج في اخر الشوط الثاني. ارسال قوي مريم، بتيجي الكره سهله وهي بتحط كره قويه جدا في ايد مروه وبتنزل الكره عندها 25 25. متميزه ايه. سلقاوي كاترين استقبال، كرة بتترفع اي حاجه ومريم بريك بتشوف كره قويه من مركز اتنين. في مركز اتنين بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. 26 قرطاج 25 الاهلي. باينه قوي مريم، ارسال ورا مريم بتستقبل وكره قويه، وايا بتشوف كره قويه جدا بترد بقوه من اتنين. مروه طالعه متاخر وخلود بعيده قوي عن الكوره. 26 26. فريده العسلاني ارسال قوي، استقبال من رحمه، كره جايه سهله وبتتشاط وفريده بتطلع ديفنس وكره بتيجي وبتعدي وكره بتترفع وبتتحط في ايد حائط الصد وبترجع تاني. ورحمه بتشوط كره قويه بترفعها، وايه المتعوقه بتشوط كره قويه من فوق حائط الصد واهي من فوقيهم مركز ستة. طبعا رحمة المهندس نزلت تقفل شوية حائط الصد. يا فريدة ارسال مهم في وقت قاتل، بيرجع تاني التعادل 27 27. الشوط ده مهم جدا. خلود ارسال قوي، استقبال كاترين، وده اللي انا بتكلم عليه. آية كرة في الزاوية وكرة في الخط مصعبة المأمورية على رحمة وخلود. 28 الاهلي 27 قرطاج. آية حمدي ارسال قوي، استقبال فاطمة، كرة بترجع ورحمة بتحط كرة خارج الملعب لتنهي الشوط الثاني 29 27 في مباراة قوية وماراثونية للفريقين. أعتقد الشوط ده طبعا كان مهم جدا لمعنويات لاعبات الأهلي، والحمد لله قدروا إن هم يحسموا 29 27 في كور قوية، وشايفين كل مدير فني مدي تعليماته لفرقته بتنفيذ بعض المهام، ولكن نجمات قرطاج عندهم مشكلة في التنفيذ واضحة. لما ضغطوا بالإرسال قدروا ان هم يحصلوا النادي الأهلي ويقدروا يكملوا معاه. اهيك الكام كورة كده اللي محطوطة بتوين اتنين لعيبة وقدامها، ولكن نجمات الأهلي طبعا من نص الملعب واضحين جدا، عاملين خلل لحائط الصد التونسي ومدين حلول جميلة جدا
لبعض اللاعبات. دي طبعا كورة نور من مروة. مروة النهاردة طبعا في بداية الشوط الأول ما كانتش موفقة. الكور دي طبعا اللي بتتشاط من ايد أمينة منصور واضحة جدا. عنده خطين كويسين جدا و يعني هم احسن خطين عنده. ده واللي بعده اللي فيه مارين بريك واللي فيه ستيفاني واللي فيه رحمة وخلود. قدامنا طبعا واضح جدا. أنا شايف إن هو بيلعب مروة السنتر بلوك. المفروض إن هو يبدل السنترتين مع بعض. نزل هو ميسا الانجليزي رقم 11 كده. طلع مريم بريك وعمل حاجة كده. لاعب مروة في اتنين يعني دي اخر اوراقه. عملها في مباراته امام السجون. اخر سيناريو ليه في المباراه طبعا حاطط خطه وخطه بديله وارسال قوي. امينه استقبال من كاترين. الكره من ايه بتحط كده سهله وكره تانيه بتترفع بتتشد بقوه من خلود خارج الملعب. هو المشكله عنده باصص لحائط الصد بالنسبه لمريم او بيخلي مروة تلعب في اتنين عشان حائط الصد. المشكلة عنده مش في حائط الصد. استقبال كرة جاية سهلة وتتحط الكرة بقوة في حائط صد وبيرجع تاني من مروة. بترجع تاني الكرة وكرة مزنوقة كده جدا جاية سهلة. كانت المفروض تخلص بشكل اقوى واحسن من كده. واحد واحد. خلود ارسال قوي. مريم مصطفى كرة بتترفع. كاترين بتعدي كرة كده من بره الملعب. كورتين مالهمش اي لازمة. مالهمش اي لازمة. لازم نركز. خلود ارسال قوي. كاترين بتستقبل كرة قوية جدا بتشوطها كاترين بسنجل بلوك من مركز اربعة في مركز واحد. اتنين اتنين. طبعا ميسا كانت رايحة
مع السريع وفي 4 لآية حمدي، ولكن الكرة اترفعت باك استقبالة ترجع تاني. مشكلة الاستقبال بكرة قوية بتتشاط في نص الملعب. ثلاثة اتنين. ارسال قوي كرة واستقبالة معدية وكرة أقوى. تاني استقبالة معدية وهو برضو مش واخد باله من المشكلة عنده في الاستقبال. فاطمة 4 النادي الأهلي 2 قرطاج. ضغط قوي جدا بإرسالات من لاعبات مميزات. كرة اهي برضو تالت كرة. وشايف أمينة عمال أتكلم خلود وليبرو. كاترين استقبال من رحمة كرة قوية ومروة بتشوت فيه بحاول تصد. الكرة بترجع تاني وكرة بتعدي ورحمة بتشوت كرة قوية جدا جدا في حائط الصد القوي المميز فريد العسقلاني وآية حمدي. قبل ما تنزل الكرة كانت تحت منها. 6-2. لازم كان يطلب تايم اوت عشان يهدي الضغط القوي في الارسالات وحائط الصد. برافو يا فريدة، برافو يا آية. شايف طبعا نقل لاعبة من مركز 3 وداها مركز 2. ده حصل طبعا معاه في مباراته امام السجون، ولكن صعب في ضغط قوي جدا من لاعبات الاهلي. استقبال طبعا ابتدى يفك خالص ومروه بتعدي كره سهله جدا. الكره بتترفع بجر ونهله بتحط كره جميله ترجع تاني. رحمه عايزه تعمل اي حاجه. مروه بتشوط كره قويه ولكن بتيجي بسهوله. فريده بترفع كره هايله. آية بتحطها كده بليس ورحمه عايزه تخلص الكره باي طريقه. حطيتها بريس الايد كده مش مديها قوه قوي يعني. بتعدل النتيجه 3-6. ميسة ارسال مميز كرة قوية وبتيجي في ايد رحمة وخارج الملعب. سبعة النادي الاهلي 3 قرطاج. ارسال مميز من فريدة استقبال وكرة سريعة كده تحصيل حاصل لاستيفانيا. و 8-3. لعبة مش مستغلة. استيفانيا طويلة ممكن تبقى ليها خطورة جدا لو استغلها ماركو. بس هيستغلها ازاي؟ الاستقبال مش واصل على المعدة، عنده مشكلة في الاستقبال. في المباريات اللي زي دي وفي البطولات اللي زي دي بيبقى فيه ضغط شديد جدا على اللاعبات. شايف طبعا السادة اعضاء مجلس الاداره النادي الاهلي والاتحاد المصري
وجود طبعا السيد مدير البطولة. ارسال قوي، استقبال، ومريم بترجع كورة سهلة بتيجي على نت الشبكة. نور ياسين بتخلصها، خامس كورة. 9 الأهلي 3 قرطاج، بضغط في الإرسال. ابتدت تبعد بقى الكرة دي ما بين خلود ورحمة، نقلت أعتقد هترجع تاني على فاطمة وهتديها إرسال قوي. أهي تاني فاطمة زي ما قلنا، وكرة قوية بتتشاط بتيجي في ايد حائط الصد. رحمة بتقول مش عارفة تعمل حاجة، فابتدت تشوط في ايدها وعلى بره. رحمة قدامنا هي قافلة وشها. ارسال قوي واستقبال. يعني من نهلة صخرة في الدفاع بصراحة، لما هي ومريم مصطفى لمين الملعب بشكل جيد. ارسال قوي، نهلة بتستقبل كرة قوية جدا بتشوطها نور ياسين، وبترجع تاني بكرة جميلة من خلود. وآية حمدي بتنهي النقطة بشوطة قوية جدا. مفيد رحمة واستيفاني ما تعرفش تعمل لها أي حاجة. برافو يا آية. 11 النادي الأهلي 5 كارتاج. استقبال قوي، الكرة بترجع، الكرة بتترفع، وكرة قوية بتشوطها. خلاص نهلة لقت أمينة منصور رجعت تاني. المعدة ابتدت شروق تحط كور على راسها، ونهله تطلع تضربها من عندها على طول. 12 الاهلي 5 قرطاج. كوره خارج الملعب. 6 12 رحمه بيلعبوا على المستقبلة الأمامية. المرة دي غيرت، وآية بترجع كورة كده جميلة وبترجع تاني. خلود بتحطها من مركز 2 في مركز 5. وفي كلام مش عارف اعتراض على ايه ده. عشر 6 نهلة، وكرة قوية وبتيجي في ظهر استيفاني من فاطمة. ده معناه الاستقبال بعافية شوية، وكرة قوية بتشوطها خلود، بترجع تاني بتشوط كرة قوية ونهلة فنس قوي. وتالت كرة بتحطها في ايد حائط الصد المكون من كاترين ونور ياسين وداخل الملعب. قافلين كويس جدا جدا. برافو نهله. ارسال قوي، استقبال من خلود، كره بترجع، ترجع تاني كوره بتتشاط من مروه من مركز 1 خارج الملعب. 15 6 فارق مستوى وفارق تنفيذ خططي واضح جدا. ضغط من لاعبات الاهلي. ارسال قوي من نهله، استقبال فاطمه، والكوره بتشوطها استيفاني طبعا من غير ما تبقى واخده راحتها. اهي خارج الملعب، قلت لكم مش مستغله. 16 6 وتاني
وقت مستقطع يعني. شايف فعلا نتيجة ممتازة وجيدة جدا 16-6 في لقاء نهائي قوي، وشايف خيبة أمل واضحة جدا على لاعبات قرطاج في فارق كبير صعب تحصيله على فرقة كبيرة زي فرقة النادي الأهلي. ده النادي الأهلي ببطولاته، إرسال قوي، استقبال من فاطمة خارج الملعب. إرسال تاني قوي على فاطمة، كرة بترجع وخلود بتشوط كرة خارج الملعب 18-6. طبعا تايم اوت بيتكلم معاهم ماركو ان هم يسترجعوا، وشايف طبعا الجماهير في فرح وانتصار وجايين ببلالين جميلة بيؤذروا، الناس كلها مبسوطة دايما في فرح وانبساط. ودولت لاعبات قرطاج نهلا سامح كابتن الفريق. ارسال قوي، استقبال من خلود المرة دي 19-6. طبعا فارق كبير جدا محدش كان ممكن يتصوره او يتخيله من فرقة وصلت الى النهائيات. ارسال قوي فاطمة، وكرة بتتحط بليس من أمينة منصور، طبعا مفيش فيها مشكلة 7-19. ارسال قوي ستيفانيا، والكرة بتتشاط بقوة بقى خلاص. آية حمدي 20-7. مروة ما تعملهاش حاجة. نور ياسين ارسال سبايك في الشبكة 28. يلا يا نور. ارسال قوي، استقبال، كرة قوية بتتشاط من فريدة وبترجع تاني بتفنس، وكرة أقوى وأجمل بتشوطها كاترين، و خطأ 21-8. وشروق بإرسالها القوي
على فاطمة برضو اللي هي عملت الفارق الكبير من استقبالات خاطئة كثيرة، قدرت ان هي تخرج فرقتها خارج المنافسة. 22-8 شروف فؤاد وارسالها قوي على فاطمة، دي الكورة رقم لو حسبنا العشرة او الحداشر، وحائط صد قوي جدا من آية وفريدة، قدروا ان هما يقفلوا جزء كبير جدا من هجوم واضح. شروق ارسال قوي واستقبال، الكرة بتتشط من خلود، وكرة تاني بترجع، وكرة من ستة جميلة بتشوطها نالة بترجع تاني، ومروة بتحاول تشوط كرة قوية، مريم مصطفى بتطلعها بشكل جيد، وكاترين بتحط كرة جميلة جدا، ونقطة وتفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء. أربعة وعشرين تمانية إرسال قوي، وكرة سريعة بتتحط بتشوطها ميسة وبترفعها وبترجع تاني، ويلا وراح محطة كرة قوية ونهلة مش ساكتة، وكرة أقوى وبتطلع من ديفنس، وآية تنهي اللقاء. 25-8 برافو عليكي، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالبطولة الإفريقية رقم 29 والمقامة على صالة النادي الأهلي. مجهود واضح ومتميز من خلال نجمات متميزات وجهاز فني إداري على أعلى مستوى، كل التحية والتقدير للجهاز الفني وللإداري، وألف ألف مبروك لمجلس إدارة نادي الأهلي، واضح الفرحة واضحة جدا على وجوههم. بنقول ألف مبروك للتنظيم، ألف مبروك للاعبات والجهاز الفني، ألف ألف مبروك لكل من ساهم على إنجاح هذا البطولة الإفريقية رقم 29. مستمعينا مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء.
كتير.